الجبنه اللي هي التطريز بتاعها تقيل شويه اللي داخل فيها السيلفر والجولد، وبرده في فستين اللي هي المنفوشه اللي داخل فيها الماتيريال الجوميه اللي بيخلي الفستين اوريدي منفوشه من غير جبونه. ده ستايل. والستايل الثاني برده اللي هو الميرميد اللي هو شكل اللي هو شكل السمكه وعليه زي اكسترا تيل. اكسترا تيل دي معنى ان حاجه بتحطيها على الفستان بتخلي الفستان منفوش بحيث يظهر لك في الفستان في الفرح على انه تو شيب، ان هو حاجه مرميد على جسمك وفي نفس الوقت منفوش، فانت كسبتي الستايل اللي هو الحاجه المنفوشه وفي نفس الوقت بقى مرميد. دلوقتي اللي داخل في الفستان الافراح الليس اللي فيه كذا درجه، مش نازل على مش طال فاضي ساده، بيبقى داخل فيه كذا ماتيريال، بيبقى الماتيريال اللي هو الطول الاساسي وفي تحتيه فرنش ليس وفي برده بيبقى فيه جبار من فوق الماتيريال نفسها. السنه دي داخل اكتر حاجه الالوان اللي هي فيها داخل فيها سيلفر وجولد، برده داخل الحاجات الاوف وايت. الابيض بقى له فتره طويله ما بقاش موجود، برده الشامبين كان موجود معانا السنه اللي فاتت، السنه دي قليل عن الاول. الاكتر حاجه كانت ظاهره دلوقتي الحاجات اللي هي داخل في الفضي والجولد. دلوقتي هو الترند دلوقتي اكتر الحاجات اللي داخل فيها تطريز كتير، زي مثلا حاجات داخل فيها سيلفر داخل فيها جولد، بس برضو لازم احنا كفاشن هاوس عندنا الستايل اللي هو الحاجه الهاديه عشان البرايد لما تكون مثلا اوبن اير او مثلا عامله في جامع تلاقي حاجه تنفع مع المناسبه بتاعتها، وفي نفس الوقت لو حد عامل قاعه يبقى عنده الحاجات اللي هي التطريز بتاعتها هيفي زي مثلا حاجات داخل فيها سيلفر وجولد. الاسعار عندنا بتتراوح يعني فيها كل الكاتيجوريز، يعني ستارتد من اول مثلا 7 ماكسيمم لحد 40، يعني في كل الكاتيجوري، يعني اي تارجت اودينس ممكن ياخد من عندنا لان حاطين كذا تارجت عندنا. طبعا كل ما الستايل بيبقى فيه تطريز تقيل داخل حاجات طبعا تكون فاشن دي بيبقى بيعلي في السعر شويه، لكن لما تكون حاجات تبقى هاديه والتطريز بتاعها خفيف بيبقى البرايس بتاعها اقل شويه. دي احنا بنرسم السكتشز بديزاينز معينه بتاعتنا وتتنفذ بره مصر زي مثلا في اسبانيا او ايطاليا، تكلفته طبعا بيبقى اعلى بكتير علشان انت بتبقي عامله الديزاين بتاعك، فبيبقى حاطه افكار مختلفه غير حاجات البراندز، يعني حاجات البراندز بيبقى مثلا شويه تراديشنال لان مش بيدخلوا حتى الليس والفابريك كتير، فبيبقى التكلفه بتاعتها تبقى اقل كتير من التكلفه بتاعتنا. الايجار بيقعد وقت قد ايه؟ لو هي مثلا ريجلر بمعنى ان هو طلع اكتر من مرتين، ده بتستلمه قبل الفرح بيوم وبيرجع بعد الفرح بيوم. لو حاجه فيرست يوز او سكند بمعنى ان هي تبقى اول واحده تلبسه او تاني واحده تلبسه، دي بتستلمه قبل الفرح من 3 ايام من 4 ايام ل 3 ايام وبترجعه تاني يوم الفرح.